اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في خبر اليوم على قناتكم شوف تي في. حيث بريكت بمدينه سله اهتز على وقع فضيحه من العيار الثقيله بطلها سباق في بدايه عقده الثانيه، يشبه في تورطه في اغتصاب طفل كيبلغ من العمر 15 سنه كيعاني من مرض عقلي. المعطيات الاولى الخاصه بهذا الفعل الاجرامي كتشير الى ان السباق المدمن على مخدر سيليسيون استدرج الطفل الى حديقه الحيه وقام باغتصابه وهتك عرضه من الدبور، مما دفع بالضحيه الى ابلاغ والدته التي سارعت الى وضع شكايه لدى المصالح الأمنية. عفوا، لنتابع في هذا الصدد تصريح والدة الضحية. الله ياخذ فيه الحق، الله ياخذ فيه الحق، الله ياخذ فيه الحق. تكرفس لي على ولدي داه، قال لي يلا معايا الولد عندي، أنا مريض، مريضة عباد الله، ولدي مريض، عنده التوحد، عنده إيبيليبسي، ولدي مريض، الله ياخذ فيه الحق. وداه وتكرفس عليه، داه لواحد الدار ولا ما حد جردة ولا شنو جردة، وحيد له حاجه كم سروالو، ودار له داكشي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. والله ياخذ فيه الحق، الله ياخذ فيه الحق. انا بغيت اللي يوقف معايا وينصرني على ولدي. ولدي مريض ماشي عادي، ولدي انا مريض وعرفوا هو ولد الحومه وعنده مات 35 سنه ولا شحال، وداه هذا ولد الحومه وتكرفس عليه، ما خلى البراني ما يدير. ولدي مريض، انا ولدي مريض، ولدي مريض. راه كل ام كتحس، راه ما يحسوا بيا كما انا كنحس بهذه الحاله اللي ولدي طرات ليه، ولا حول ولا قوه الا بالله. المصالح الامنيه تمكنت من ايقاف السباق بالرغم من محاولته الفرار من منزل اسرته، بينما تم نقل الضحيه الى المستشفى لتلقي الاسعافات الضروريه. بهذا كنوصلوا مشاهدينا لختام خبر اليوم، الى اللقاء ودمتم في رعايه الله.